أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا الكرام. أستاذ أنيس أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك بالمشاهدين. رح نبلش بالوضع الإقليمي ومعك بنحكي وضع إقليمي بامتياز، وبنترك شوي الموازنة وشؤونا وشجونا إلى ما بعدين. لماذا تراجعت أمريكا، أو فينا نقول هل تراجعت أمريكا وهل تقدمت إيران، أم أن هناك الآن نوع من فشخة لورا لواحد يقفز لقدام؟ شو التوصيف يلي بتعطيه للوضع الحالي؟ كلمة تراجع يجب أن نلحقها بتراجع العملية العسكرية أم التراجع عن خطتها للضغط على إيران، في مسألتين. نعم، لم تتراجع بخطتها بالصدام مع إيران، الحصار ما زال مستمر ويرفع من عقوبات كل أسبوعين أو كل عدة أشهر، ووعد الرئيس ترامب على أنه سيشدد هذه العقوبات. أما لما شاهدناه مؤخرا من حشود عسكرية، هي كانت يعني تفسير الواقع لها بالمعلومات على أن أمريكا كانت متخوفة من، حسب المعلومات التي وصلتها من إسرائيل، أن يكون هناك عمل عسكري ضد وجودها في المنطقة، فأسرعت لإرسال قوات لإظهار قدراتها وردعها لأي تحرك إيراني. هذا النظرة الأمريكية وما أعلن من أمريكا. الإيرانيون قرأوا ذلك على أنه هذا نوع من إضافة الضغط على الاقتصاد، بأنهم يحركون قدراتهم لعل القيادة الإيرانية تحاشيا لأي صدام مسلح تقدم تنازلات. يعني كل واحد كان له وجهة نظره. لم يطل الأمر كثيرا، يعني ما أخذتنا المسألة أشهر، يعني أيام معدودة تبين على أن تمخض الجمل فأرهم، بحيث أنه ما أثرت هذه الحشود على إيران. ونتيجة الاتصالات الدولية كلها التي قامت بها الولايات المتحدة تجاه إيران، يعني بومبيو بيجي دغري على العراق من أجل تأكيد رسائله على أنه ما بدنا اشتباك عسكري ولكن نريد كذا وكذا، يرسلون رسائل عن طريق عمان، يرسلون رسائل عن طريق سويسرا، يرسلون رسائل عن طريق اليابان مؤخرا بزيارته الرئيس ترامب. فكل المبادرات تبين على أنها الولايات المتحدة هي التي قامت بها من أجل أولا رفع صبغة أنه الصدام العسكري حتمي، لأنه وجدوا أنه هناك صلابة إيرانية، فصار التحليل عكسي، أنه نحن حاولنا نخوفهم ما يقوم يصدوا أنه في حرب، فيقوم يقوموا بعمل يجبرنا على أن نقع بالحرب وهم لا يريدونها. ولذلك أرسلوا رسائل تبين على أنهم هم غير مستعدين ولا يريدون وغير قادرين على شان حرب، وبنفس الوقت أثبتوا على أن هناك إرباك بالتصريحات ما بين هل نبقى على شروط 12 نقطة تبعوا البومبيو أم لا نقبل بما صرح فيه مؤخرا في اليابان على أنه كل ما نريده أن لا تمتلك سلاح ذري. هذا الحديث سلاح ذري هذا يعيده إلى موقف أوباما، يعني أوباما عندما سلم للإيرانيين بالاتفاق النووي قبل أن يصبح علنيا بأثناء المفاوضات السرية عن طريق عمان، قال إذا كان المطلوب تخصيب نووي سلمي فأنا أسلم بذلك بشرط تعطوني ضمانات أن لا يصبح عسكري. عندها المرشد أعطى ضوء الأخضر نذهب بالمفاوضات لأن حقوقنا قد تأمنت. أخذوا أشهر حتى حققوا الاتفاق، ولكن عنوانه وسقفه كان حق إيران بالتخصيب. عندما يأتي اليوم من اليابان يقول أنا لا أريدكم أن تحصلوا على قنبلة نووية وسلاح نووي، ما هذا هو جوهر الاتفاق. أنت إذا لو عدت إلي كل ما تمكن أن يقول أو يحصل في أي اتفاق جديد هو أن يمدد فترة العشر سنوات إلى أكثر من ذلك، لأنه بعد العشر سنوات يصبح السقف مفتوح بأن تتحرك إيران بشكل حر بالتخصيب النووي السلمي دون أي restriction أو أي ممانعات، وبالتالي يصبح لديها إمكانية مناورة أكثر. قد يكون هذا هو المطلب الوحيد، ولكن ما عاد هناك في لا السلاح الصاروخي ولا نفوذ الإيراني ولا دورها في الشرق الأوسط ولا إلى آخره، كنا نقاط التي بومبيو أعلن عنها تصحيحا لما قام به. ما نظن أنه آخر موقف أمريكي هو ترامب باليابان. في اليوم التالي أصدرت الخارجية الأمريكية بيانا قالت أن نحن ما زلنا على النقاط التي أعلنها الوزير بومبيو، وهذه هي أجندة المفاوضات مع إيران إذا حصلت. ماذا يعني ذلك؟ يعني أن الخارجية تريد أن تتمسك وأن تصحح لترامب، وقد يكون ترامب اضطر أن يأخذ هذا الموقف بناء لطلب ياباني.
يعني عم تطلب مني وساطة مع إيران وأنا كرئيس وزراء ياباني مش كل يوم رايح وجاي على طهران، هذا ما زار إيران يعني من فترات طويلة، سيزور إيران فقط من أجل هذه الوساطة، وحتما سيحمل في جعبته على أنه لو أخذت هذا الموقف سيكون هناك استثمارات يابانية، ولأنه ما بيجي حدا خالي الوفاض. فأنا إذا بدي أروح أطلب هذا الموقف وأنت تقول أنا أهددكم وأطالبكم و12 نقطة وأنه هذا ما في مجال، عم تطلب منه الاستثناء، أخذ منه هذا التصريح، هذا يدل على أن ليس هناك توازن في الإدارة الأمريكية وتخبط في الإدارة الأمريكية ظاهر تماما. ولذلك رد الإيراني جوهريا كان عليه أنه ما في مفاوضات لأنه ما في تغيير في الموقف الأمريكي جدي، وليس لدينا إلا المقاومة يعني الصمود، ونحن لا نريد حرب ولكن لا نخاف من هذه الحرب. هل تستطيع أمريكا استمرار الإدارة الأمريكية عندها القدرة للمناورة لهالدرجة بين نعم ولا وبين حرب وسلم وبين مفاوضات سلمية وإرسال بوارج؟ هذا ليس لا, لا لا منطقيا ليس من مصلحتها، لا تستطيع أن تستمر على مدى طويل. ولكن أنا أطرح سؤال يعني بكل صراحة وتواضع، لأنه لو نظرنا إلى تصرفات الولايات المتحدة منذ فترة، هي ليست تصرفات دائما لا منطقية ولا متجانسة ولا متشابكة الأزرع كما كان يصمم سابقا لاستراتيجيات متكاملة. هناك إرباك أنا أعتقد على أنه ليس له سبب أساسي إلا بداية الانهيار للنفوذ الأمريكي، يعني هم يريدوا أن يحافظوا على خطاب القدرة المطلقة للولايات المتحدة في الوقت الذي حساب البيدر لا ينطبق على هذا الخطاب، وبالتالي عندما يتحدثون بهذا الخطاب المرتفع ويأتوا للحسابات تجد أن البنتاغون والسي آي يقول لهم ما فينا نعمل هذا الشيء، قواتنا المنتشرة في المنطقة كلها تحت رماية الصواريخ الإيرانية، هذا إذا إيران تدخلت مباشرة، ولكن إيران إذا لم تتدخل مباشرة وأصبح هناك اشتباك وهناك حلفاء لإيران اشتبكوا معنا تحت أي حجة وأي منطق، يعني في 100 علة وقال لي ليشتبك العراقي مع الأمريكي بدون ما إيران تقول لهم اشتبكوا، يعني هو احتلال ووجودهم غير مرضى عنه من كثير من العراقيين، وقوة عراقية اليوم موجودة بالثقل في العراق هي أساس جزء من المقاومة العراقية التي كانت تقاتل الأمريكي، يعني لها تاريخ مسبق في ذلك، مش أنه والله طالعين من لا شيء ولا يعرف من هي خلفيته، هو يعرف على أن قدراته اليوم أصبحت أقوى مما كانت في بداية المقاومة، وبالتالي هي معادية لوجود الولايات المتحدة. حسابات البيدر لا تنطبق على خطابهم، ولذلك هذا الإرباك هو الذي يحصل. أحيانا بقارنوا أنفسهم بما يواجهون الطرف الآخر، مثل ما السعودية مثل ما كتير دول تعتقد أنه money is talking، يعني الماني بتحكي، أنت إذا بتعمل ضغط على إنسان ما بهمه أن يعني يصبر وما بهمه أنه يجوع ما بهمه إلا كرامته قبل كل شيء، ما فيك تحاسبه على ما تحاسب نفسك أنك أنت بتضغط الاقتصادية بتركض ركض بالتهديد العسكري بتبصم بصم، وبمجرد جأرة العين احيانا انه دولة عظمى لازم اطيعها. هذه دولة مختلفة على 40 سنة اثبتت على انها اصطدمت اكثر من مرة مع الولايات المتحدة وخرجت منتصرة من هذا الصدام. قد يبدو بالمظهر العام بالسيطرة الاعلامية على ان امريكا انتصرت فيها، ولكن واقع الامر على ان استمرار هذه الثورة وهذه الدولة في ايران دليل على انها لم يستطيعوا ان يهزوا اركانها بشكل قوي. كلينتون بمذكراتها تعترف على انها دربت 5000 شاب وشابة إيرانية على مسألة قلب النظام في الداخل وصرفوا ملايين الدولارات، كانت النتيجة أنه مظاهرات نزلت، ولكن مظاهرات بالمقابل نزلت أكثر ورجعت انضبط الأمور وانتهى الموضوع، وبالتالي حساباتهم ليست دقيقة. على فكرة أحيانا نحن نخطئ بالتحليل عندما نأخذ أدوار الولايات المتحدة بملف واحد، وقد يكون هذا عليه خلاف أنه تقييمنا له مزبوط، ولكن يكون عندك أكثر من ملف دولي في يد الولايات المتحدة كلها فاشلة. يعني مبارح مادورو أنه ساقط الزلمي خلص، يعني لازم يمشي ورايح والأخير، وهذا جويدو طالع ومنه شايف حدا قدامه، اليوم اضطروا يروحوا على المفاوضات الثنائية وتراجعت الولايات المتحدة، لا عاد في تهديد عسكري ولا عاد في إمكانية لإسقاط النظام، وآخر انقلاب كان مهزلة ما معروف مين بده يتبناه، مثل الواد اللقيط لسه عارفه تقول انا كنت وراه، ولا جويدو بقول انا مسؤول عنه، ولا البنتاغون الاخر. خليج الخنازير، عمليه خليج الخنازير كانت اهم، يعني خليج الخنازير قال في اطلاق نار، في اشتباك، والكوبيين دفعوا بشراسي ودفعوا اسمان لخلصوا منهم، هدول قبل اطلاق النار. انا قصدي انه الامريكان تخلوا عنهم يوم صار اللي صار، يعني هذا اليوم فشلوا قبل الهجوم، يعني اثبتت على انها غير قادره، واثبتت الدوله في اكواد. طب
في فنزويلا. اليوم كوريا الشمالية يعني هذه الدولة الصغيرة تعني منها يعني صحيح عنده سلاح نووي، المشكلة اللي كبروا لكيم واللي عمل من كوريا قضية كبرى هو الولايات المتحدة وترامب. يعني لو كان بتركها مشكلة أمام جيرانها هن كانوا قدروا يحلوها بطريقة أسلم وأسلس ودون أن تكبر بهذا الشكل، وبتحلها بين اليابان والصين وكوريا الجنوبية، بيعطون شوية تسهيلات للكوريين وبياخذوا منه، الصين قادرة على أن تأخذ منه. اليوم الصين ما عاد لها مصلحة أن تضغط على كوريا الشمالية نتيجة هذه السياسة الأمريكية تجاهها. فإذا مشبك مع كوريا وفاشل، مشبك مع فنزويلا وفاشل، مشبك مع إيران وفاشل، بالعراق ما عارف يسكر ملفه، بسوريا فشل ذريع. الفضيحة الكبرى بداية كل الحروب الحديثة في المنطقة هي أفغانستان. صار قاعد هذا الفيل العظيم الأمريكي يفاوض الطالبان ومن خلف الحكومة الأفغانية، يعني تجرأ على مفاوضاتهم دون أبلاغ الحكومة الأفغانية. الإيراني جاء وجاء بالطالبان بعد أن تنسق مع الأفغاني ووجه ضربة للأمريكي، إنه هكذا تكون الأمور، بتروح عند الحكومة الشرعية بتنسق معها وبتطلب منها، إذا بتقول أنا عم بخدمك بإني فاوض الطالبان مش إنك تعمل هذا. فإرباك ما بعده إرباك. في تقييمات التقارير الأمريكية كلها تقول ما ربحنا أي حرب دخلناها. المسألة مش فقط تريليونات الدولارات، مسألة إنه أنا بحط تريليون دولار على الحرب بس بطلع ربحان. طب أنا كل هالأسلحة الأمريكية ما بتربح حرب، كل القدرة الاستخباراتية ما بتربح حرب، كل القدرة السياسية ما بتربح حرب. فإذا ماذا نفعل؟ نحن نستهلك القدرة الأمريكية بأن نفككها. لذلك تصريح اللواء سلامي أمس قائد الحرس الثوري الذي قال حرفيا بشكل دقيق جدا، لقد استنزفنا القدرات الأمريكية على مر السنين بحيث أنه لا تستطيع أن توجه ضربة للمنطقة، يعني بأكثر من منطقة. وإذا بندقق نلاحظ فعلا أنه الإيران كان دور ما بكل هذه المنطقة، من أفغانستان لهم دور، بالعراق لهم دور، بسوريا لهم دور، بلبنان لهم دور، بفلسطين لهم دور بالمنطقة. حتى اليوم في تقارير عن فنزويلا أنه هل روسيا وإيران وحزب الله لح يعملون نفس التجربة السورية في فنزويلا؟ أنا كتبت لهم على الفيسبوك من أول الأزمة قلت لهم ما تتفاجئوا يطلع لكم حشد شعبي فنزويلي وصواريخ من فنزويلا 1700 كيلو بتصيب نيو مكسيكو. هذه مش مزح، يعني اليوم اللي بغزة بيقدر يركب صواريخ، واللي باليمن المحاصر من كل جهاته بيقدر يبعث صاروخ على بعد 1700 كيلو، بيقدر من فنزويلا يضرب له خليج المكسيك، وبيقدر يصيب فلوريدا، ويقدر يضرب أماكن أمريكية. وحشد شعبي أصلا موجود في فنزويلا. فما عادت الأدوات الأمريكية قادرة على الحسم والردع، وهذا هو سبب التخبط اللي عم يحصل. المهم أن هذا العالم الذي يتفكك ويتركب عن جديد إلا أين هو ذاهب؟ يعني هذا ما ماشي بيعطي صورة ناصعة. صحيح أنه منه قادر يسيطر، ولكن ما هو المشروع البديل؟ ما الذي سيركب بعد؟ أنا شخصيا اللي شغلني هالأيام هو هذا السؤال، ما بعد الهيمنة الأمريكية، توازن القطبيات المتعددة، ما معنى كيف سيكون؟ ما هي مصلحة إيران سيز أنيس الآن؟ تلحق الموقف الأمريكي وتستثمره وتستفيد منه بموضوع الهدنة والتفاوض، أم البقاء على هذا الموقف؟ خليني أقول ردة الفعل، لأنه في فعل أمريكي، ردة الفعل، يعني نحن بننطر الفعل الأمريكي ونعمل له ردة فعل. هل بدنا نضلنا بلعبة الفعل وردة الفعل، أم يستثمر الإيرانيون بواقعيتهم التاريخية ما هيك القدرة على الاستفادة من لحظات التراجع الأمريكي في كل المنطقة والإقليم ما هيك للتوصل إما إلى اتفاق جديد معه للأمريكان، هيك عم يطالب ترامب ما هيك، أو إلى تثبيت الواقع الستاتيكو مثل ما هو، أي وحدة ممكن تشوفها راجحة وناجحة بالوقت الحاضر؟ بأي اتفاق أي إنسان عقلاني بالمفاوضات، والإيراني أكثر ناس طرحوا نظرية الوين وين، الرابح رابح من طرفين. وهذا لكي تطبقه يجب أن يكون الطرف الآخر لديه شيء يقدمه وشيء له مصلحة ذاتية فيه، ما بكون عم يشتغل لصالح أطراف أخرى عندما ما بيقدر يقدم هو من عنده. المشكلة الولايات المتحدة اليوم بعد الاتفاق النووي أنها أخذت النووي الإيراني إلى حيث الموقف السلمي بكل الضمانات المطلوبة، ثم جاءت له تطالب بأشياء أخرى كانت تطالب فيها بشكل غير رسمي أثناء المفاوضات. يعني كل ما كان كيري يلتقي مع ظريف
يقول له تعال نقعد على جنب، المشروع النووي ماشي، خلينا نقعد على جنب نبحث بملفات اخرى. الايراني كان يرفض لانه يعرف الملفات الاخرى ليس لها نهايات ايجابيه لصالح ايران. ما بيقدر يفتح معه ملف الدفاع الايراني لانه هذا غير قابل للتفاوض. انا بدي دافع عن بلدي وبدي اعمل اي سلاح بناسبني. ما بيقدر يفاوض على المقاومه في المنطقه لانه هذا جوهر من الاستراتيجيه الايرانيه، من العقيده الايرانيه بالنسبه لفلسطين والقدس والى اخره. وبالتالي ما الداعي ان نفتح ملفات غير قادرين نحن على الذهاب الى نهاياتها، خاصه عندما نعرف على ان الولايات المتحده في هذه الملفات لا تعمل لمصلحتها للامن القومي الخاص بها. بينما اذا بتنظر بالدقه هي عم تعمل لصالح اسرائيل، عم تعمل لصالح السعوديه، يعني حلفائها في المنطقه هن اللي عم يضغطوا عليها انه خذي لنا تنازلات من ايران بهذه الملفات. خلي ايران تحل عنا بالمقاومه، خلي ايران تكون ضعيفه وتسلم اسلحتها لحتى نحن نشعر على اننا نحن الاقوياء في المنطقه وليست ايران. وهذا ليس له مجال للتفاوض لانه التفاوض بدك توصل لنتيجه بدك تقدم اشياء، ولذلك الايراني يرفض فتح هذه الملفات بشكل تام. قد يكون ظاهر اللي طرحته كثير من المنطق جميل على انه مازال عنده نقطه ضعف، ليش ما بتستفيد منها تاخذ؟ هذه المواضيع لا تستطيع ان تاخذ منها اليوم بضعف الولايات المتحده. وين عم بيستثمر الايراني؟ عم بيستثمر باستنزاف هذا اللي حكى عنه قائد الحرس، انا اثبت يوم بعد يوم ضعف الولايات المتحده وعلى انها لا تستطيع ان تهددني في المنطقه. هذا معنى ذلك ما الى اي شيء يؤدي؟ يؤدي الى ان العالم كله يجب ان يعيد حساباته، من هي القوه الاقليميه الاقوى في المنطقه نتيجه هذه المعادله؟ انه من الذي ضعف الامريكي؟ وانا هذا الخطاب وجهته للاتراك بال 2011 اول ما طحشوا على سوريا. قلت لهم جايين تعبوا الفراغ انتو مع خروج الامريكي من المنطقة في الوقت اللي نحن كان سبب هذا الفراغ، فانت ما فيك تيجي تستثمر بشيء انا صاحب الاستثمار فيه، انا اللي حطيت الثمن فيه. فاليوم عندما يتضح على ان الذي اضعف الولايات المتحدة واوصلها الى هذه الحدود من الارباك هي ايران، هذا له اثمان وله موازين قوة في المنطقة يجب ان تعاد الحسابات. البعض كان يعتقد على انه بيقدر يطفش بعد الولايات المتحده الى الامام الى الامام الى الامام. اليوم انا برايي اكثر من هيك ما في. عندما يهدد النفط في المنطقه ولا تجد الولايات المتحده حاجه ان تقول انا مستعد ان ادخل حرب من اجل ذلك. معنى على ماذا تدافعين؟ تدافع عن اسرائيل؟ اسرائيل في معاركها الخاصه بين غزه وبين المقاومه في لبنان لا تستطيع ان تقول تعي امريكا احميني من حماس. يعني شو بعود الى دور اسرائيل عند امريكا لما هي تطلب الحمايه من حماس ولا من حزب الله؟ ما بعود الى اهميه. يعني هن الاسرائيليين بعقلهم باعترافاتهم بمقالات انا قراتها سابقا يقولوا نحن ارخص قاعده امريكيه في المنطقه. طب هذه القاعده الامريكيه اللي ما فيها تدافع عن نفسها تصبح قاعده فاشله واستثمار فاشل. ولذلك سيعاد بحث كل هذه الامور والتوازنات ستتظهر في المستقبل نتيجه هذه المناورات التي افشلت الولايات المتحده. استاذ انيس، هل هذا يعني انه ايران بخير؟ هل هي بخير فعلا اقتصاديا؟ يعني الحرب العسكريه لم تكسرها، الضغوطات السياسيه لم تضعفها، لكن الحرب الاقتصاديه الان عم تفعل فعلا كل العالم، وايران جزء من هذا العالم، 40 سنه من الحصار. هل الوضع فعلا ظاهريا صمود وتصدي وقدرة على المواجهة، وفي الداخل وعمقا وضمنا هناك أزمة يراهن عليها الأمريكيون والإسرائيليون أنه لابد ما يجي وقت هذه المقاومة ستنكسر، لأنه لقمة العيش أهم من الرصاصة التي تطلق على العدو؟ هذا كلام سليم، ولذلك قراءة المشهد الإيراني من الداخل جدا مهمة. في مسألة العقوبات هناك مسألتين. أنت أحيانا تقوم بعقوبات لنقول أنها مثال للعقوبات على العراق. فجأة لم يعد هناك دواء بالصيدليات العراقية، مستشفيات، لم يعد هناك مواد غذائية كما يجب، يعني صار المواطن يشعر بالحرمان مباشرة. لا أتحدث عن الاستثمار بالمشاريع ولا إلى آخره. هذا لا يحصل في إيران. 40 سنة من الحصار استطاعت إيران معا أن خرجت من الحرب العراقية أن تقوم بإنتاج داخلي مهول، بحيث أنه 90% أنا هيك بسمي 90% من المواد
على الشيلفز بالسوبر ماركت بإيران هي إيرانية بما فيها مواد اللوكس. يعني إيران يوم بتصدر شوكولاتة مثل ما سويسرا بتصدر، مش بنفس الحجم بس مثل ما سويسرا بلد بتصدر شوكولاتة هي بتصدر شوكولاتة، وبالتالي حتى الأشياء الرفاهية مأمنة. بالدواء 80% بتعرف بلد منتج للدواء، لذلك أنا أجزم على أنه على مر الحصار السابق اللي كان أممي والحصار الحالي حتى الآن لم يتأثر السوق الإيراني في الداخل بإيجاد المنتج، بالتالي ما في نقص بالإنتاج. الذي حصل هو بالمضاربة على الريال سقطت أسعاره أمام الدولار، هذا أثر على الأسعار أدى إلى تضخم. التضخم لا يسقط دولة والتضخم لا يقلب الموقف، التضخم يمكن استيعابه بضخ رفع مستوى المعاشات ببعض التقديمات من هنا أو هناك بشد الأحزمة، بدل ما تصرف أكثر بتصرف أقل، ولكن ما في شيء يضايق المواطن الإيراني اليوم بأنه المحل فاضي والسوق خالي وأنه عم نجوع، هذا ما موجود. واللي بروح على إيران بشوف حتى استيراد السيارات اللوكس، هو في علائم بتورجيك إذا الدولة من حنية أو مش من حنية. السيارات الأجنبية مع أنه في إنتاج سيارات كبير بإيران كانوا بيقدروا يقولوا ممنوع استيراد السيارات صفر خلص منع تام، لأنه إنتاجنا لازم يكفينا. لكي لا يشعر المواطن اللي عنده دخل عالي على أنه حرم من سيارة البي ام في ولا المرسيدس، ظل مستمر استيراد السيارات حتى اليوم. بتروح على بتلاقي موديلات جديدة يمكن ما تشوفها ببيروت، وبالتالي لم يحرم من ذلك بشرط أن يدفع جمركة قديش 80%، يعني عم يدفع السيارة دوبل بإيران ومع ذلك هناك قدرة شرائية. الخطر الحالي في إيران ليس من العقوبات ولا من الحصار، أنا شخصيا بقول الخطر الحالي في إيران هو بإيجاد فاصلة كبرى ما بين الطبقات الغنية جدا جدا فاحشة الثراء والطبقات المتدنية. هذا اللي ممكن يعمل صدام داخلي ما بين الطبقات، وهذا أيضا حله ليس له علاقة بالعقوبات. يعني ممكن العقوبات تنشال ويظل هذا الفرق الطبقي بسبب سوء الإدارة الاقتصادية بتوزيع الثروة، لأنه وبعدين ما بقول يعني الفقراء ما نجحت الثورة فيها هذه الشيء، هذه لا نقطة سلبية للثورة جديدة كثير ظاهرة عمرها 7-8 سنين. والملفت للنظر شيء عجيب كلام جريء أنه هذا الفرق الكبير الفاحش متى ظهر؟ أثناء الحصار القوي تبع 7 سنين الحصار تبع الأمم المتحدة. يعني دليل أنه في هذا الوقت كان هناك تحدي لإنشاء 430 مول بطهران لحالها، 80% من هالمولات لا تبيع إلا بضائع أجنبية، وحجم هائل من السيارات المستوردة اللي تعتبر لوكس وما فوق اللوكس، يعني ما مش السيارات العادية، ما عم تشتري سيارات صغيرة. وبالتالي هذه ظاهرة عجيبة الدولة كان لازم أن تنتبه. قد يكون للبعض بذلك الوقت رأي أنه لكي لا يشعر المواطن على أنه محروم لنفتح له إمكانات أن يحصل على كل ما يريد ونشعر على أن الحصار الاقتصادي لم يؤثر عليهم، لم ينتبهوا أنه هذا سيؤثر إلى فرق كبير بالطبقات. ولكن مع ملاحظة مهمة أن عندما نقول الطبقات الأدنى بالطبقات الأعلى ليس هناك مقارنة للطبقات الأدنى بالطبقات الأدنى التي في منطقة الشرق الأوسط. يعني ما نقول عنه فقير بإيران هو أعلى مستوى من الفقير التركي، شوف لوين، مع أنه إنتاج تركيا جدا عالي، أعلى من الباكستاني، أعلى من مصر بكثير بكثير. يعني من يشعر على أنه من الطبقة الأدنى هو اللي عنده سيارة برايد اليوم بإيران، مش اللي ما عنده سيارة أو اللي شقته 70 متر وهو يحلم أن يكون 150 متر، مش القاعد على السطوح ولا عايش بالمقابر. وبالتالي القياس، وهذا القياس كنت أستمع إلى برنامج جدا مهم على تي في سانك يتحدث عن السعادة، أن السعادة لا تقاس بحجم المال بإيدك، هو بحجم ما تشعره أنت أنك مغبون أمام جيرانك أو الطرف الآخر. فممكن أن تكون أنت من الذين ليس يملكون أكثر، ولكن كل الطبقة لا تملك كثير، فالكل سعيد لأنه ما في مقارنة. ولكن يكون عندك سيارة ويكون عندك بيت، ولكن جيرانك عندهم بيوت أفخم وسيارات أفخم، ستشعر على أنك أنت غير سعيد. المقارنة الحقيقية بين إيران ودول الجوار تجعل إيران متقدمة جدا في الصحة، في التعليم، في البنى التحتية. في إيران البنى التحتية جدا متقدمة، وبالتالي كل هذا، شوف السيول اللي جايتهم خلال 2-3 شهر انضب كل المسائل دون أن يطلبوا مساعدة أجنبية.
ودول اخرى بتغرق ما بترفع العشره ما فيها تلم نفسها. وبالتالي كل هذه الامور مقاربتها بدقه هي اللي تعطيني النتيجه التاليه على انها لن تخضع لهذه العقوبات. قد ايه نسبه الفساد بايران استاذ انيس؟ لانه الكلام اللي حكيته حضرتك وكلام جريء وشجاع عم بتقول انه الثوره فشلت بالسبع سنين اللي مرقوا في ضبط هذا التباين وهذه الهوه بين اللي فوق وبين اللي تحت. قد ايه بيلعب الفساد دور هون؟ وقد ايش هذا الفساد ممكن يكون بقلب الثوره؟ مع الاحترام لرجالاتها من دون ما نكون عم نحكي بالشخصي، عم نحكي نحن بالسياسي، ما في مجتمع فاضل وما في مجتمع كامل. الى اي مدى الفساد يمكن الرهان عليه لاضعاف الثوره في ايران؟ اعدائها، قد ايه عم بيراهنوا على هذا الكلام يلي حضرتك عم تتفضل فيه؟ خصوصية الثورة الإسلامية في المسألة الاقتصادية لها عنوان خاص ما موجود في العالم، لأنها هي ليست اشتراكية بحيث أن الدولة تشرف على كل مفاصل الاقتصاد وتكون بيد الدولة من أجل توزيع الثروة وتوزيع الإنتاج. هي دولة بجوهرها رأسمالية، ولكنها في نفس الوقت دولة تهتم بالمستضعفين، لأن العدل الإسلامي يتطلب أنك ما تترك الفقير فقير. وهذا فرق بين الاشتراكي الذي يريد أن يوزع ويسيطر. عفوا أنا مش عم بقاطع، بس توضح لي إياها. بإيران في دستور؟ إلك في دستور ولا الشرع؟ لا دستور. لا على رأس أنا دستور. أنا عم بستوضح مش عم. لا في دستور. لا في دستور. ليس الشرع من يوجه ويسير ويدفر الحكم الدين والدنيا. لا في دستور. في دستور والدستور تحت سقف الشرع الإسلامي. عظيم. يعني لا يعمل قوانين دستورية تخالف الشرع الإسلامي. عظيم. طيب. ولكن مشكلة كبيرة وصغيرة بنجيب الشرع ومنحطه، لا ما فيه. هلا في الإسلام كله مش بس بإيران النظرية الاقتصادية غائبة. يعني في واحد الله يرحمه اسمه عالم كبير وفيلسوف كبير محمد بكر الصدر كتب كتاب اسمه اقتصادنا. اليوم لما بتقول عندي كتاب اسمه اقتصادنا وبتروح على جامعات في أمريكا ولا في أوروبا ولا حتى في لبنان لكي تدرس عالم الاقتصاد بتجد قدامك فوق 10-15 ألف كتاب. صحيح. لتلاقي نظرية اقتصادية. ومن بين النظريات الاقتصادية الرأسمالية أيضا، يعني ما عندك بس سميث وواحد تاني ولا فريدمان، في عندك عشرات من المنظرين للمجتمع الرأسمالي كما في الاشتراكية عشرات. الإسلام ما شاء الله ضحل في هذه المسألة قريب الصفر أنا بعتبره، لأنه ما فيني أتمسك بكتاب واحد، ولذلك فشلت إيران في مسألة الاقتصاد. ما الذي رحمها؟ هذا النفس التعاوني الإسلامي الذي يسمى التكافل، أنه أنت ما لازم تترك جارك يكون فقير. وبالتالي الدولة عندما جاءت تحت شعار المستضعفين لمواجهة الاستكبار أخذت على عاتقها. ماذا فعلت؟ خلال 4 سنين إيران بعد الثورة محت الأمية تماما تقريبا في كل إيران. عم نحكي عن ملايين البشر ما كانوا بيعرفوا يقروا ولا يكتبوا. عندها 5500 قرية ومدينة كانت بلا كهرباء، كلها أنارتها. جنوب طهران كان بلا مي، مش ضيعة بعيدة، جنوب طهران كان بلا مياه بالأنابيب. اليوم بتروح على جنوب طهران بتلاقي فيه النوادي الرياضية والثقافية والعالم كله عايش بشقق ديسانت، يعني شرعية مرتبة إلى آخره. هلأ صغيرة كبيرة فخمتها غير شكل، بس ما حدا عايش ببيوت تنك مثل بالبرازيل ولا بالشوارع مثل بأي محل. وبالتالي هذا التكافل الذي قامت به الثورة الإسلامية. بما أنه ما عندنا نظرية اقتصادية تحد من تكاثر الثروات بالطريقة الرأسمالية وبالفرق بين الطبقات، ترك الباب أمام هذه الإمكانية، بحيث أنه ابن جنوب طهران لما بيجي على المول بوسط طهران أو بشمال طهران بيلاقي يعني منتجات ولا يستطيع أن يشتريها لا بمعاشه لا بمعاش بيه ولا بمعاش أمه، في حين أنه شاب من شمال طهران بيقدر يشتري هذه البدلة لوحده من مصروف أبوه، أو يكون عنده سيارة سعرها قد سعر شقة الشاب اللي متجوز جديد. في هيدا الفرق اللي إيران فشلت فيه، وهذا يهدد الأمن الاجتماعي أنا برأيي في أي بلد. ولذلك اليوم يجب أن يضعوا حد لهذا الموضوع. ولكن هل نعود، هل هذا يؤثر بقصة العقوبات؟ أبدا. في وفرة بالإنتاج، في وفرة بالإمكانات بس موجودة في الأسواق، وفي إمكانية أيضا، لأنه ما في حدا بيفتح محلات إذا ما عم بيبيع، في قدرة شرائية.
في قدرة شرائية. هلا اللي كان يشتري 10 صار يشتري 5 نتيجة الغلاء، والغلاء أنا برأيي يعني مسألة مالية ممكن. رح نكمل أنا وحضرتك إذا بتسمح، ناخذ بريك نرجع نتابع حوار اليوم مع أستاذ أنيس نقاش منسق شبكة أمان الاستراتيجية. اهلا بكم مجددا في حوار اليوم، واهلا بالاستاذ انيس نقاش منسق شبكه امان استراتيجيه. استاذ انيس، الامريكان عم بيلينوا من خطابهم تجاه الايرانيين، بيروحوا على اليابان، وهلا بنرجع بنحكي عن الصين، بس انا بيهمني شغلي في نوع من تجاهل في اني اسميه لموضوع سوريا او وضعه على الرف. شغله ثانيه، في اقدام اسرائيلي وفي مرونه اسرائيليه خليني اقول مقلقه، خلينا نستعمل هالتعبير، انه هالمرونه المقلقه هيدي، انه ايه بنقبل نحن بتثبيت ترسيم، يعني في اشكاليه كمان دوله الرئيس بري مشكورا وضحها، انه مش عم نعيد ترسيم الحدود بين لبنان واسرائيل بريا، عم نثبت ترسيم هذا الحدود، لكن ترسيم على اول شيء ما الذي يدفع اسرائيل الى يدفع امريكا الى الاحجام تجاه ايران واسرائيل الى الاقدام تجاه لبنان؟ الأسباب، هل هذا الشيء سليم؟ هل هناك نيات إسرائيلية ممكن تعود وتطيح، ولا البترول والنفط والغاز أهم من العداوة وأهم من الحدود وأهم حتى من العلاقة مع أمريكا وإيران؟ لا، لا شك على أنه أولا اللي عم بيبعث الأمريكي لعنا هو الإسرائيلي، يعني هو اللي بيقول له روح حل لي هذا الملف، تشدد فيه أو استرخى فيه، موظف عند الإسرائيلي بهذا الموضوع. الأمريكي ما عنده نظرة خاصة للموضوع، عنده نظرة عامة، ولكن مش هو اللي عم يتحرك. ما الذي يجعله يتشدد؟ بحاول يجرب بالأول أن يأخذ منك شيء، وعندما يجب أن موقفك صلب بيعيد حساباته. اليوم ما في شك على أنه إذا كان مسألة الحدود البحرية لم تحل، ففي بلوكات إسرائيلي بالمياه الإقليمية في الصين المحتلة لا يمكن أن يستخرج منها لا نفط ولا غاز. مشروع مد الأنابيب إلى أوروبا يحتاج إلى أكثر من نبع في هذه المياه، وليس ما هو موجود حاليا، لكي يصبح الجدوى تبعيته أعلى. اثنين، يعتقدوا، وهذا خطأ، على أن الدخول في مفاوضات مشتركة حول المياه الإقليمية قد يجر عن طريق الولايات المتحدة إلى أن لبنان يقبل بطريقة ما البحث في المشاركة في الخط المشترك لأوروبا. يعني خلينا نحل مسألة الحدود ونطول فيها بها المفاوضات لتأتي لحظة معينة نطرح فيها المشاركة في الإنبوب المشترك اللي للأسف مصر شريكة فيه، وسيمر عن طريق قبرص إلى أوروبا، فيصبح الجدوى الاقتصادية لهذا الخط أعلى بكثير من أن يأتي شركات أخرى تفرض بين لبنان وسوريا خط آخر موازي يذهب إلى أوروبا، وقد يكون لتركيا إصبع فيه بالاستثمار، وقد يكون لها حصة فيه بالاستفادة أو أي شيء آخر. ولذلك وجدنا تركيا اليوم تضع مسمار جحا في مياه إقليمية القبرصية بأنه بدنا نستخرج نفط في هذه المياه أو لا تستخرجه، لكن لها إصبع بالصراع الذي يجري. وبال 2012 عندما تنتهي اتفاقية برساي اللي أجبرت على لوزان تركيا على أن لا تنقب عن النفط، هذه بعد الحرب العالمية الأولى، صح، هلا ما أنه معروف أنه بتركيا في نفط ولا لا، بس هذه تنشال لها حق أن تنقب، قد يكون يصبح في نفط في تركيا وقد يكون بالمياه، وهذه كلها بتخلط كل المواضيع. الإسرائيل يريد أن يرتب هذه الأوراق. في نقطة جدا أيضا مهمة، على أن استمرار الاشتباك تحت مظلة أننا لن نترك لكم حرية استخراج الغاز والنفط إذا لم يكن لنا حرية استخراج النفط والغاز، وهي من السيد حسن نصر الله، هذا معناته رابط نزاع واشتباك مسلح حوالين هذه البلوكات النفطية. فبقول لك خليني نفض مشكل بلا ما يكون عنده حجة حزب الله، أنه والله لأنك أنت منعتني أنا قرر شي يوم أني أمنعك، أو مجرد أن يثبت على أنه مانع من الاستخراج لأنه خايف من صواريخ حزب الله، تصبح إسرائيل في موقف ضعيف في المنطقة. ولذلك يسرع الآن لإيجاد حل
تهيئة للساحات لهذه المواضيع. تعتبر أنه بهذه الاتصالات ستفضي إلى نتائج إيجابية برأيك؟ أنا برأيي لبنان قوي جدا، لأنه أولا يملك القدرة الرادعة لأي اعتداء عليه وإرغامي على شيء لا يقبله، وهي المقاومة والجيش والشعب. اثنين، على أن القانون لصالحه، يعني إحنا مثل ما قلت تفضلت مع من رسم حدود، يعني عم نثبت ما هو معروف في حدود دولية، وانت لما تجي للحدود الدولية على النقورة نقطة ألف تقول انه هيدي اللي كانت وبدي ثبتها، هي المنطلقة اللي بيطلع للبحر. يعني انت البحر ما بتختاره عشوائيا، تختار النقاط البرية وتنطلق منها، معروف إلى قانون بحري معروف هذا في العالم، وإلها علاقة بالزوايا لآخر النقاط البرية في صحيح. شمال وجنوب البلد. وبالتالي هذا منه عم نخترع المي السخن مثل ما بقوله، عليهم أن يرضخوا بس. ولكن تصور ما كان عندنا القدرة ولا القوة، كان بفوت وبغير موقع الحجر والإشارة وبزت الأمم المتحدة لعندك بقول لك الخط الأزرق والأخضر والأحمر أنا برسمه وما فيك تقول له شيء. اليوم منه قادر يعمل، عم يتخبى وراء الحيط على الحدود. هذا اللي اختلف. أستاذ أنيس، بهذه النقطة تحديدا هل فينا نقول أنه إذا الأمريكي عم بيكون راعي ما هيك للمفاوضات الإسرائيلية اللبنانية عبر الأمم المتحدة، ما هيك راعي لها، يعني الطرف الرابع مراقب خلينا نسميه برعايته، هل حزب الله هل يقصد الأمريكي بشكل مباشر والإسرائيلي بشكل غير مباشر ادخال حزب الله في هذه اللعبة من خلال جعله يعترف كمان بشكل غير مباشر، لأنه في أسئلة كثير بتمنى توضح لي إياها، اعتراف بشكل غير مباشر أنه لا يمكن لهذه المحادثات أن تصل أو تعقد وتصل إلى نتيجة بدون موافقة حزب الله؟ هذا اعتراف غير مباشر من حزب الله بإسرائيل بعد سيء الظن والألسنة عم بيقولوا هذا الكلام هلأ، لي خليني أقول للتضليل والافتراء والتشكيك بموقف حزب الله منذ الآن. هذا أبدا ما له معنى لا بالقانون الدولي ولا بالسياسة. أوكي. ليش مش قانون دولي؟ لأنه أولا نحن ما عم نفاوض إسرائيل ثنائيا على شيء جديد، هذه حدود دولية مرسومة من بالعشرينات ولذلك يجب تطبيقها. اثنين، في سوابق لذلك لم تؤدي إلى هذه النتيجة التي يتوقعوها. اتفاق نيسان شو هو؟ 96. اي ب 96 انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان بعد 2006 وانسحابها بال 2000 ومعركة الحدود الأساسية للعميد أمين حطيت خاضها مع الأمين لحود بذلك الوقت متر بمتر ولا يتنازل عن أي شيء، رئيس العميد رئيس المقاومة العميد اللي كان مصر ووقفه بوجه وزير الخارجية الأمريكية اثنيناتهم بشكل صلب وبالتالي رئيس الحكومة سكر تليفونه بوجه وبالتالي في صوابق ذلك، هذا لا معناته أنه اعتراف بالعدو، هذا أخذ حقوقك من عدو وهذا ليس اعترافا بأنه له حق بأي شيء آخر في فلسطين. على فكرة كل هذه المفاوضات هي تجري تحت ماذا؟ قد يكون هناك ملاحظة صغيرة جيدة في وجهتين النظر، ما يسمى اللجنة الثلاثية اليوم بالناقورة هي صحيح. شيء مستحدث ما كان من الضرورة أن نذهب إليه. ليه؟ لأن احنا عندنا لجنة هدنة صحيح، ولجنة الهدنة اتفاقية الهدنة لجنة موجودة موجود فيها كل القوات الدولية منذ 48 صحيح، وأنا لما عشت القوات الدولية ب 78 بعد الاجتياح الليطاني كان إلي تواجد في المنطقة ووجدت الفرق ما بين لجنة الهدنة اللي كان فيها ضباط أمريكان والقوات الفرنسية والنيجيرية والسنغالية والإيرانية اللي اجت، كان شيء مختلف. وبالتالي هذه اللجنة قديمة جدا وكان ممكن الاعتماد عليها دون الدخول في مسألة لجنة ثلاثية جديدة، والعدو دائما بيحاول يجرك لمعادلات جديدة يعتبر انه بيزحزحك عن الهدنة القديمة وأسرة طيب. فلسطين بدك تقول لي عن سوريا، لماذا هناك نوع معركة إدلب صارت مثل شو بيقولوا المعركة اليوم الأخير، كل صار لهم سنة هل اليوم بكرة بعد بكرة، طيب ها على جنب، بتلاحظ في تحييد أمريكي لسوريا واعتبارها ضمن الباكيج الكبير مع إيران ومع روسيا ومع تركيا أم لا هناك حسابات خاصة حتى السوريين عم حضروا حالهم لألا؟ لأنه غنى عم نحكي أنه سوريا محيدة، بتلاقي هلأ ما بقى في حكي عن سوريا كله إيران إيران إيران، هولي مرتبطين ببعض، إيران 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 عظيم. إيه؟ الأمريكي فتح كل وراءه أمام الرئيس بوتين وغير بوتين نعم. بالنسبة لسوريا
ووصل الى النتيجة التالية، قال له انا ما بدي شيء بسوريا، سلمتك اياها، الرئيس الاسد هو الحاكم هو المنتصر، وانت الحليف الدولي اللي بدها تكون بسوريا، ما عندي مانع، بس شل الايراني من سوريا. فكشف اوراقه انه ما عنده اي مطلب اخر في سوريا غير هذا الموضوع. لذلك لما ترامب قرر انه مطلب ملغوم، انت بتعرف نعم، هذا مهم، هذا مطلب اسرائيلي. ايه صحيح. عندما قرر الرئيس ترامب ان يسحب كل قواته من سوريا، ركض الجميع اللي عنده قالوا له دخيلك مسمار رجعها خلينا اياه، يعني لو 200 جندي بس نقول انه ما تنفذ الطلب اللي طلبته بانه الايراني ينسحب. ما انسح صح. وهو ليش اعتبر انه هزم امام هذا الموضوع؟ لانه جاءوا الجواب الروسي انه الرئيس الاسد ما برد على هيك موضوع. الروسي سأله بدك تشيل الإيراني من هون شو نيتك؟ قالوا لا حليف الأساس حيضل. قال له أوكي كما تريد، وجاوب الآخرين أنه لا الإيراني سيبقى. وبالتالي ترامب اعتبر أنه ما في مجال. طب شو بيعمل؟ بيعمل حرب جديدة بسوريا مشان هذا المطلب؟ هو غير قادر على ذلك. ولذلك أبقى قوة رمزية ومسمار جحا الكردي والقوات الأمريكية، وعم بحاول يغازل التركي لحاول يطول الأمد بأنه ما ينسحب من المنطقة بشكل يقول أنه انتهى الموضوع وأن هذه المسألة أصبحت واضحة بالنسبة. إذا بتسمح لي انتقل على الوضع المعيشي الداخلي، بسمع زميلي جويس نوتن بفرن الشباك في مداهمة لمحلات مخالفة، وهلأ هي بتوضح أكثر زميلي جويس. جويس وين أنت إذا بتسمحي وبتقلينا شو عم بيصير؟ جويس. نعم نحن موجودين بفرن الشباك. كان في فريق من وزارة الاقتصاد اجتمع برئيس البلدية فرن الشباك، وعم بيجولوا على المنطقة بحملة عم بتبلش فيها وزارة الاقتصاد اليوم للكشف على المخالفين من العمال الأجانب يلي عم يفتحوا محلات، كذا أنواع من المحلات، يعني مثل ما عم نشوف هذه هي المداهمة الأولى اليوم والمحطة الأولى يلي عم بتصير. رح نحاول نحكي مع فريق وزارة الاقتصاد. صلاح في رجعوا لورا شوي. طيب يعني رح يتأكدوا من كل الأوراق يلي موجودة مع الأشخاص يلي مفتحين هيدول المحلات. نحن عم نشوف نحن بفرن، موجودين بفرن هلأ، عم بيكون في تأكد من كل الأوراق يلي موجودة مع صاحب المحل. إذا الأوراق مضبوطة يعني ما بكون في أي تدبير أو أي إجراء بحق الشخص، ولكن إذا كان هناك أي مخالفة بالأوراق سيكون هناك بالتأكيد إجراءات يتم اتخاذها. عم نشوف أيضا مراقبين وزارة الاقتصاد بالتعاون مع شرطة بلدية فرن الشباك، وأيضا بمؤازرة أمنية من قوى أمن الدولة رح يكونوا موجودين بهالحملة اللي بدأت اليوم من فرن الشباك كما ذكرت جورج. رح نحاول نستمع شوي للمراقبين. جويس بس أنا في استفهم منك، هل هي ليشوفوا إذا العمال الأجانب وراءهم مضبوطة أم المحل فاتح بشكل شرعي أو غير شرعي؟ تنوضح النقطة. رح نتأكد من المراقبين جورج حتى نعطي الكلمة المضبوطة. حضرتكم اليوم بلشتوا حملة، شو يلي عم تتأكدوا منه من الأوراق؟ شو يلي رح تعملوا؟ نحن بالإضافة للمهام الموكولين فيها كرقابة بالسوق، أسعار، تواريخ صلاحية، نحن اليوم نازلين كرمال مؤازرة مع الإدارات الثانية كرمال نساعدهم بخصوص العمالة الأجنبية الغير شرعية بلبنان. شو يلي عم تتأكدوا منه من الأوراق؟ يعني كيف عم تعرفوا إذا مخالف أو غير مخالف؟ نطلب نحن هويته يعني، وشو إذا عنده إقامة أو لا، إذا مسجل، وشو سجل تجاري ورقم مالي للمؤسسة وهيك شغلات يعني. شو الإجراءات هلأ؟ هي منا صلاحية وزارة الاقتصاد إنها تسكر المحل، معنا الإدارات الثانية برفقة أمن الدولة نحن وشرطة البلدية بالمنطقة هون، هن اللي رح يقوموا بتسكير المحل. نحن ما قلنا صلاحية إذا أوراقه ناقصين نسكر له المحل. نحن ما كان معه أوراق وراح يشوف، حتى هوية مش حامل، راح يجيب أوراقه يمكن هون عند جاره هن بفتكر. تسألي عن هويتك بقول لك لا ما معه أوراق، يعني ما معه هوية.
تسألي عن هويته يعني بلك مع رب العمل مش معه. اجازة عمل لحتى يشتغل هون، هلا بنتاكد اذا معه اجازة عمل. السوري بحق له اساسا يشتغل هون؟ مفروض لا، السوري ما بحق له يشتغل. يعني هاي مخالفة ثانية غير ايه اكيد صح. جورج رح حاول انتقل لمستشار وزير الاقتصاد حتى ايضا كمان نستمع له باكثر دقه. ما بعرف كنت عم تسالني يمكن شيء ما قدرت اسمع لانه كان شوي. لا كنت عم بسالك انه هل الهدف تاكد من العمال اذا اوراقه مضبوطه ام المحل اذا ممكن اذا عم يشغل بشكل شرعي ام لا. المحل إذا المحل إذا المحل عم بيشتغل في عامل أجنبي أم إنه العامل الأجنبي ورقه مضبوطة أم لا؟ من تواجد مرة يلا أوكي تفضل يعني رح وضح لك بس شغله كان عم يخبرنا اياها رئيس بلديه فرن الشباك انه كان في حمله من حوالي سنه ونص بدات فيها بلديه فرن الشباك عين الرمانه والتحويطه على المحل المخالفين يلي عم يكون في مثل اوراق استعمل تعبير رئيس البلديه اوراق مزوره يعني يسجل الاسم وكانه عم يشتغل ولكن كان فيها مخالفات كثيره. هيدي الحمله بدات من سنه ونص رجعوا وقفوها لاسباب ما حب يدخل فيها رئيس البلدية ريمو سمعان لكن اليوم قال انه المحل صار هيدا الوضع وهذه الاجراءات صارت بمكان ثاني بمكان اخر بما انه وزارة الاقتصاد بدأت بهذه الحملة اليوم يلي هي المخالفين والمحال المخالفة بالمناطق اللبنانية. رح نستمع على جورج ميشيل عبد الساتر وهو مستشار وزير الاقتصاد يلي عم بيقود هذه الحملة اليوم. يلا يعطيكم العافية ألف عافية. أول شيء منحييكم بس ردي؟ أوكي يعطيكم العافية. نحن أول شيء منشكركم أنه عم بتواكبوا وزارة الاقتصاد. هلأ في توجه للسياسة الحكومية جديدة بموضوع المحلات الغير شرعية وقررت وزارة الاقتصاد تكون مثل عادتها ريادية بهالموضوع. فنحن بالتعاون مع البلديات وجهاز أمن الدولة وأكيد القضاء رح نبلش بحملة مكثفة لتسكير المحلات الغير شرعية واللي بيشغلها ناس غير شرعيين. اليوم نحن بمنطقة فرن الشباك والبلدية كانت عاملة أحصى رح نبلش تباعا نحن نكشف على المحلات وإذا مستوفية الشروط رح نسكرها. مثل ما كنا بالمرحلة السابقة بموضوع العدادات شفتوا قد كانت النتيجة مهمة لما الشعب والوزارة والقضاء أخذوا نتيجة سريعة ووفرنا نص مليار دولار على اللبنانية. نحن اليوم اقتصادنا في ضيقة وشبابنا عم بتهاجر، في منافسة عم بتكون غير شرعية ومش مزبوطة. نحن هون جايين نطبق القانون على الجميع وبصرامة مطلقة. نعم. المخالفة عم بتطال الشخص يلي بالمحل، العامل الأجنبي يلي بالمحل أو الأوراق إنه عم يشتغل بهيدا المحل، يعني هو كشخص أو بالنسبة للمكان. الأجهزة والمراقبين والبلدية بتطلب جميع الأوراق. أولا منشوف نحن أوراق المؤسسة إذا مزبوطة ولا لا، لأنه عم نشوف أنه أغلبهم هن ما في لا شركات مسجلة ولا مؤسسات مسجلة وهن هلا منشوف وحاليا عم بيتم مخابرة القضاء تهو ياخذ القرار يا أما بيختم بالشمع الأحمر وهو بيقوم باللازم. نحن اليوم في مسؤولية كتير كبيرة على الشعب اللبناني وهيدي المرحلة مرحلة دقيقة جدا بده يكون في تعاون مش كرمال. شكرا لزميلي جويس نوفل وكان واضح جدا الكلام يلي نقال. في مخالفات لجهة المحل ولجهة العاملين في هذا المحل وزارة الاقتصاد عم تسعى إلى سد الثغرات وإنهاء المخالفات. أنا بدي أشكرك فخامة الرئيس بالأيوبي في احتفال هلأ وإلى لقاءات تانية بعتذر لأنه ما كملنا فيها هذه كان بعد في عدة نقاط مع حضرتك بينحكى فيها لساعات وساعات. أنا بدي أشكرك أهلا وسهلا فيك أستاذ أنيس نقاش منسق شبكة أمان الاستراتيجية وإلى موعد آخر مع حضرتك. مشاهدينا الكرام أنا بشكركم إلى اللقاء.